نما افر خرب سبحانه وتعالى خرب سبحانه وتعالى غيابرو اسانف اراره مهنتين بيتا افرس يوهم بيني تكتكتين سيهم ان شاء الله تعالى انتنا محاضراتنا تواهي رمضان ان شاء الله تعالى يرو ديرا بودا ولتدي بن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ورفو لدى جيرة تركم تن سلام النخية إسن هاقو إسن إنجيشا إن شاء الله تعالى أرانتنا ما للراها سوديم نما أفر خرب سبحانه وتعالى هن أرى رمنيف باتي رمضانا تنخيسا من هم يا ترى أين يديرو إسانكن أفران كيس إف بربادو كبنو بلي أنا في أتي قلمي جنتاهم فلن أنا في أتي قلمي جنتاهم فلن أنا في أتي ورقان جنتان هركهن سين نما أفران كيس إف بربادو دير كمتا إذن نمنا أفرسن أين يا رب من هم يا ترى أين تهوتا يا رب إن شاء الله تعالى ترتيبان إنما أفرسن إسنهما هقلوا ما فيديوتنا نهر دفا جدو راوانين دبر صفلو نمو تنگرت غافي غافا نيتو جرا غافي ليسن هقا أمان تنا نمنا تقو خانو ديبس هنجرو نمنا ممو كريس نجرا إن شاء الله تعالى guyyaa torbaatu isinii hafe guyyaa torbaanan kara duratti mokkoraa jechuudha guyyaa torbaanan kara duratti mokkore qacellotti itti jabaadhu mokkore hadiisniin isinii himuu deemu kun obboleeyyan hadiisul qudsiidha hadiisul qudsii hoggaa jennu hadiisa gartee nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi rabbiirraa odeyseedha rabbi subhaanahu watacaalaa isarraa haa jaalatu عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقم ربي تجئون لقه جاء صلوات ربي وسلامه عليه يقول في حديث القدسي حديث قدسي خيستني جاء ارقم ربي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله خربي عالم الراء ديس جتشو ربي عالم الراء ديس إرقم ربي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام يروني في ملائكة ها سيدنا جبريل قافت ملائكة قافت سيدنا جبريل عليه السلام في ليلة القدر ليلة القدر خيستي وهي ليلة القدر الرائسة قافتا ماذا فعل الله في حوائج المسلمين ماذا فعل الله في حوائج المسلمين الله سبحانه وتعالى مال قل هاجا مسلم توتا خيسا مال باس رب سبحانه وتعالى مال دلق رب سبحانه وتعالى مسلم توتا خنا خيسا تجأن وكان نث الحديث حديث قرتي نص إساء كان دبو حديث القدسي كالتالي أكتي آن قنات يتشو يقولون يا جبريل يا جبريل نقافة ماذا صنع الله في حوائج المؤمنين هاجا مؤمن توتا قيسة رب سبحانه وتعالى مال دلقي جاءنين دبو وان النجاون لقي فلو من أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمة محمد قرتي نقيا في رحمني إسان الرد هاجراتو فيقول الله فيقول نجا ادبو ان الله تعالى رب الان سبحانه وتعالى نظر اليهم نظر اليهم كما اساني لا ليتتي وعفى عنهم الرد بريفي ديلي اساني وغفر لهم الرختيف الله اكبر رب سبحانه وتعالى دلي إساني لالي إلا دبري فيه إلا خطئ بسين جاء دبو وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة نما أفرملي
الله من هم الأربعة أين يجري أفرانكن قال رب سبحانه وتعالى دلي إسانه أرار منيف قال رب سبحانه وتعالى دلي ساني إره كتنيف كن أين لا تليرو إلا أربعة نما أفرملي يا ربي نما أفران سنكيسا نهين جراتي سندبو وبليا نما أفران كان خيسة إفلالو دن ديسن نما أفران كان خيسة إفمدالو دن ديسن أين لا تليرو نمن أفران سن أنا في أتيه خيسة جراجن إفلالو كبنا إلا أربعة فقالوا نجأنين من هم أين إسانكن جر أفرانكن أين من هؤلاء الأربعة ما أين جر أفرانس يا جبريل فقال مدمن الخمر نما قرت خمر دانك آمالكت الله نما قرت خمر دانك آمالكت هقا جنو نما قرت فرشو سآدي دمي أفرق نما غرتي فرشو يرو هندلق رب سبحانه وتعالى مدمن الخمر باتي رمضان خيس الليهن أرارمو أمتا خان دب رب سبحانه وتعالى دلي ساني هندلالي إرد بريف ولكن إسان كانهن أرارمو سبحانه وتعالى مدمن الخمر نما خمري غرتي يرو سعادي دمي أفر حاجة قلتي إستي أولو وعاق للوالدين نما هذا أبت جلت هذا أبتي جلّت شو جتّو نكّمي هذا أبتي متى جبّت شو جارتي تيتي جتّي هذا تيجبو هاتي تيسيلل هاتي تيسي قدّفتي هاتي تيسي رتّي قرارويتي هاتي تيسي رتّي ميدمتي هاتي تيسي رتّي أرّفمتي هذا تي جارتي تيتي يجّي يو أرّف يو أرّفستي يو جارتي تيتي يجّي خنتو فتوداتي ويلك والله واهون قويتي هونغو واسطاتي هونغون تنا على هنا هفني دبو عاقل للوالدين هذا أبا أباخي وريخي تيجو خان جبب تتاتي أباخي وانت كشو تكاي جو خان أوف تتاتي يو خان أوف عرب أوف تتاتي يو خان دركي تتاتي أنت عاقل للوالدين رب سبحانه وتعالى ملجأ فلا تقل لهما أوف أبو إسان كانان أوف جئن وقل لهما جئن قولا كريما جتش خبجاك أبو جتش بريدا ولا تنهرهما إسانهن أوفن سنجاء رب سبحانه وتعالى إذن يو هذا في أباخي خان أوفتو تاتي فأنت عاقل للوالدين أتقزي خان دبقرتي هذا أبتنا مجلة الراهيتك وان أتقبتو أتي في وان أتقبتو هنده هذا أباخي تستقب هوريخي ترى دتشي ترى أوروتي ترى أباخي تكشل أوركنان فأنت عاقل للوالدين أتي عاقل للوالدين أباخي تي واسقافة هذا تي واسقافة وان كان قولوا دناني فأنت عاقل للوالدين والعياذ بالله رب ترى مقام فأنا عاقل للوالدين هذا أبا متى جبات ترى خلما دا عاقل للوالدين نما لمن كان خيستي أفالالو خيسافو بك هذا أباتنا خيستي أفهالالو دبيا أبليا أما اللي خمي جنان خان صدفا دا وقاطع الرحمي نما قرتي رحمة إسا مرو نما رحمة إسا مرو رحمة إسا أكمت مرو جنان يو هري كباتي هري سنجة جبه مرو اللهم يا ربي ورسن الرامن قلت يا ربي نبيتا نتنو بيتا خيسا خينيا نقرتا نمهون درا نقوبا قبدا ورسن الرانون تاسسي يا الله وقاطع الرحم نما قرتي رحم إسامر رحم مروجتنا كمي تكا في قدا سبيرل خر رحم خيتي رحم لديهاتا رحم خمي رحم هذا في أبان كيسي للا خطي آنو خغرتي أدير خيسي دالي أكسمتي كسمتي تيانغا رحمة الدياتة أتوني بيتا ورخنا مرو دبو مالك أفس جاني وهم تكافس جاني مرو دبو سيغالي هايا خان أفرفا خمي جنان والمشاحن الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابان إرقما ربي وقاني في إرقما ربي صلى الله عليه وسلم والمشاحن جئين
مشاحن خن اين جانين قيل يا رسول الله يا جلالو ارغما يا جلالو ربي يا ارغما ربي وما المشاحن ما لمشاحن جتون كن جنان اكما انا في اتدي بخنت اسانس دي بيخ فرمات واهند صحابان واهند سر فرتي وانا تغافت فيتي غافسا وانا تغافت فيتي الرسي غافت رضوان الله عليهم ربي اسان الرها جلته قال هو المصارم يعني مصارم جتون اي الذي لا يكلم اخاه فوق ثلاثه ايام نما ابليس اساغ ياسدي دب ابن اتاري جتو هذا هو المشاحن مشاحن جتو خنا نما غرتي غياسدي اول ولتي او جتو المشاحن جتو دب ابلي الرب سبحانه وتعالى نتي في اسنس ورا افران كان قيسانو هابرارو لامسي باباني ننسي دامو فدو باتي رمضان دفته وصو رب سبحانه وتعالى سيف الارار من دبران اتي عمري تخيست غافه اتي جرات تديم تو انهم بيو غافني اتي جرات تو يسو ان غافه خنا هم بيو رب سبحانه وتعالى اكن هياد الجيس وبليا ان شاء الله تعالى ربي غرتي قوي مانغا فقنا خيسا ليلة القدر ورى أركته اتملك ورب سبحانه وتعالى أنا أقول ليلة القدر جتشو مال إن شاء الله تعالى ليلة القدر جتشو وانتا تئراها سوي كتئلو تئراها سوي ليلة القدر جتشو مال أكتات رب سبحانه وتعالى ليلة القدر راه قادر بتمال جاء إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر جتون خير نجالتي من 1000 شهر باتي خما اول ان شاء الله تعالى محاضران تنتت انت وهي ليله القدر الراهيتات وهي ليله القدر الراهيتات اكن هور دفتن خبجاف جالان سنغافنا اسمرتي سن الراغبابسنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى اللقاء هاجا محاضره ليله القدر تي ولا جرتي نجيتنا تبارك